السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. اتفضلي. بقول لحضرتك سلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك أنا أم لست أولاد، وجوزي متوفي بقاله 38 سنة. مع حضرتك؟ سامعك يا أمي، اتفضلي بس اسمعيني من أيوة أيوة التليفون. أيوة عندي بنت بعد، أنا عندي 80 سنة، ثبتني في شغفي وفي كلام مش قادرة أقول لحضرتك، وبدي عليها بدي عليها ليل ونهار، وانت عايزك بتقول لازم نودي الابناء دي اوداها. طيب حاضر يا ام. ستي ام كريم، يا ام كريم ربنا يديك العمر والصحة، وبنادي على بنتك اللي طعنتك في شرفك، وبقول لها بنيتي الغالية، ان ماتت امك دون ان تسترضيها، ودون ان تقبلي يدها وقدمها، ودون ان تكذبي نفسك امام الناس، فثقي ان الخسران في الدنيا والآخرة من نصيبك، وأن الفضيحة ستلاحقك، وأنه كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. يا بنيتي، كل ذنب تؤجل عقوبته ليوم الفصل إلا العقوق، فإنه معجل في الدنيا والآخرة. يا من سببت أمك في عرضها، ثقي بأنك ستسبين، ولكن هيأ الله لأمك من يدافع عنها، وأنت لن يدافع عنك أحد. يا بنيتي، حملتك في بطنها 9 أشهر، وأرضعتك من صدرها فكان لك سقاء، وحضنها كان لك أمانة، فعودي واستغفري الله وتوبي قبل فوات الأوان. يلا.